كاين تغييرات كثيره اللي اقتحمت واخترقت الصناعه التقليديه، والمسؤولين ما انا شخصيا ما عرفش شكون غادي نخاطب، واش نخاطب وزاره الثقافه ولا نخاطب وزاره الصناعه التقليديه ولا نخاطب وزاره السياحه ولا وزاره الفلاحه، لان هذو كلهم متدخلين وكلهم عندهم علاقه بالخيول وبالفرسان. اليوم الصناعه التقليديه اللي الصناع ديالها تيوفروا لنا السروج الاصيله المغربيه، يعني ولات عندهم مشاكل في هذا الاختراق، لانه ما كاينش توجيه، ما كاينش رسائل، ما كاين نصوص قانونيه اللي كتاثر نوع السرج الاصيل ديال المغرب. فالسرج الاصيل ديال المغرب راه ما كانش فيه اربعه حتى الخمسه اللبدات، اليوم اللبدات راه تجاوزوا 8 حتى 10 اللبدات بحثا عن العلو. العظم كذلك تبدل، الحوزي المراكشي تبدل ولا عظم عميري عالي، وهادشي كله عنده علاقه بالتنقيط داخل دار السلام، واللي تيتحمل المسؤوليه هنا انا بصراحه هي الشركه الملكيه المغربيه تشجيع الفرس، لان الحكام ديالها والمؤطرين ديالها. فعلاش اللي ما نوضعوش واحد القانون مؤطر للصانع التقليدي ها المواصفات ديال السرج اللي كيضمن السلام، تضمن الجوده وتيحمي وتيتمن المنتوج ديال الصناعه التقليديه. وهلما جرى على التغييرات اللي وقعت مثلا في الجلابه، ولا دابا النسيج يعني سريع المنتوج، وبالتالي ما عندوش ديك الجوده اللي كانت عند المنتوج ديال الجلابه من داخل الزريبه، اللي كانت الام من بعد الزازه تنغسلوا الصوف وتنديروا لها تسمر من مجموعه ديال المراحل باش نخرجوا واحد الغزيل رقيق. وهنا راه كنعرفوا الجلابه السوسديه كيفاش دايره الابهار ديالها والجمال ديالها. فاليوم خصنا نراعيو الصناعه التقليديه، خصنا نرفعوا من القيمه ديال الصانع التقليدي، نردوا ليه الاعتبار ولكن نحفزوه ونردوا ليه البال ونعطروه. اليوم السيد الغنيمي كان من المفروض انه يكون واحد المعرض نازله به القطاع ديال الصناعه التقليديه، ديال السروجات، ديال المكحل، ديال التماكات، ديال الخناجر، الى جانب المنظمين. يعني هذا الشيء كيلعب دور كبير، وعلاش ما نديروش واحد الندوه خاصه مثلا بالطريقه الشرقاويه اليوم في سيد الغنيمي، اللي نعرفوا الكيفيات ديال الركوب بالطريقه الشرقاويه اللي فيها نقاش جميع السربات اللي حاضره اليوم في سيد الغنيمي كلها كتلعب بالطريقه الشرقاويه، لانهم هما تيستندوا عليها وورثوها ابا عن جد.